وهذه المسرحية نحن نعتبرها مسرحية للانتخابات الإسرائيلية التي تقوم في إسرائيل في هذه الأونة بعد شهر أو أكثر أو أقل لا نعرف. ونحن لا يهمنا لا انتخابات إسرائيل ولا انتخابات أمريكا إطلاقا، من يفوز ومن يخسر هذا ليس همنا أبدا، همنا أن تبقى الجولان عربية سورية إلى الأبد إن شاء الله. هذه الوقفة تأتي رفضا لهذا القرار وتأكيدا أولا على عروبة الجولان والهوية السورية للجولان، ونحن كفلسطينيين أيضا نؤكد على انتمائنا لسوريا شعبا وأرضا ووطنا، انتمائنا للأمة العربية وأهل مع أهل الجولان. نقول بأن هذا القرار لن يمر حتما، وحتما سيسقط تحت أقدام الشعب العربي السوري، الجيش العربي السوري والمقاومة العربية.